اسمح لي اقول لك. تسمح لي اقول لك صباح الخير الصبح وبالليل حبيبي وحبيب قلبي. عايز اكلمك عن اكتر الناس معاناة في هذه الحياة، اصحاب نظرية يا كله يا بلاش منه. الناس دي للأسف وللأسف الشديد عايزين كل شيء يا بلاش منه. كل البشر اما معاهم او ضدهم، لما يعمل شغل لازم يبدأ وكل شيء موجود. اصحاب نظرية يا كله يا بلاش منه مش بيشوفوا التدرج في الحصول على اي شيء، يعني مش بياخد في باله ان هو محتاج وقت للنجاح، والتفكير بالنسبة له اما سلبي او ايجابي. عزيزي المواطن، تترخص حياة هؤلاء الاشخاص في السعي الى الكمال والخوف من ارتكاب الاخطاء حتى الطبيعي منها، حتى تلاقيهم مع نفسهم بيكونوا قاسيين جدا، اما اجيب الدرجة النهائية او اكون فاشل، ومش مستعد للمغامرة او المخاطرة او عمل شيء جديد بسبب ان هو عايز كل الامور تكون تمام فوق الخيال. تسمح لي اقول لك عزيزي بتاع كل شيء، الاول او بلاش. الحياة ليها اكتر من وش، وفي ظروف كتير مش بايدينا، لكن نقدر ننجح. والنجاح الحقيقي انك تحافظ على اللي وصلت له. ارجوك بطل تفكر بطريقة يا كل شيء يا لا شيء. بلاش مبالغة في التوقعات، بلاش مبالغة في ضبط الامور. اعرف وافهم ان البشر مش كاملين، وقبل التجربة بكل ايجابياتها وسلبياتها. تسمح لي اقول لك عشان توصل لكله لازم توصل لبعضه. اسمح لي اقول لك.